كل التعريفات اللي خاصة بالشاشة أنا هسيبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا شباب معانا حل مشكلة input signal out of range عن طريق حذف تعريفات الشاشة. أسباب المشكلة الأول، واحد إنك بتكون مغير جودة الشاشة، خليها جودة أعلى من الشاشة اللي عندك، تمام كده؟ أو مثلا عايز يتحدث تعريفات، أو في مشكلة في التعريفات، في عطل في التعريفات. ده لو أنت مغيرتش جودة الشاشة. ده السبب التاني، انك هيكون في عطل في التعريفات، تمام؟ اول حاجه نحذف تعريفات الشاشه، بعد كده تعريفات كارت الشاشه لو عندك اي تعريفات متعلقه بالشاشه نحذفها، تمام؟ انت كده كانك عملت ضبط مصنع للشاشه، تمام؟ فده تم عن طريق السيف مود، هوريها لكم دلوقتي في الفيديو. بس تعالوا نروح نشوف حل المشكله. انا عمال ادوس على F8 باستمرار. بس كده تمام، نستنى طالما جبت كلمة بليس ويت دي، هنستنى. هنا بيقول لي ريستارت ريكوفري، هندوس هنا على سي ادفانسد ريبير اوبشنز، هندوس عليها. شايفين دي؟ هندوس على كلمة ترابل شوت دي، ادفانسد اوبشنز. شايفين ده يا شباب؟ ستارت اب سيتنج، هندوس عليها، هندوس ريستارت. هستنى الكمبيوتر يفتح. الطريقة دي لو منفعتش معاكم باقي الطرق اللي انا شارحها في قائمة التشغيل، ولا هسيبها لكم في الوصف. طيب هنا تمام، بيقول لي جايب لي دول كلهم. احنا في الاول كنت بتختاروا enable low resolution video، ما كانتش بتتحل معاكم، تمام؟ دلوقتي هندوس على رقم 4 enable safe mode، تمام؟ ندوس عليها، هيفتح معانا قائمة السيف مود، والمشكلة مش هتيجي معانا في السيف مود، تمام؟ بس احنا هنحلها من السيف مود. طيب تمام كده، الكمبيوتر فتح بوضع السيف مود، وضع الآمن يعني. نيجي عند زيس بي سي دي، ده الحل بتاع المشكلة. ندوس على مانيج ديفايس مانجر، هندوس عليها. شايفين دي؟ كل التعريفات الخاصة بالشاشة، كل التعريفات الخاصة بالشاشة نحذفها، تمام؟ كلهم نحذفهم ونعملهم انستول. ندوس هنا انستول، بس انا عشان المشكلة عندي مش محتاجة كده، فمش مش هلغيها، تمام؟ انا لسه ما جاتليش مشكلة انها تحتاج كده. مشكلة لما تجيلي بحلها بالانيبل لو ريزوليوشن فيديو بسرعة، او بركب شاشة تاني وبحلها. كل التعريفات اللي خاصة بالشاشة انا هزفها، تمام؟ لا صورة شاشة يعني، زي ده مثلا غير صورة شاشة، ده تعريفات كارت الشاشة، كل دول هنحذفهم، تمام؟ بعد ما نخلص نحذفهم ندوس هنا شت داون، ما ندوسش ريستارت. لو دوست ريستارت الكمبيوتر هيطفي ويفتح تاني، فده السيف مود برضو. دوس شت داون، بعد ما يطفي يفتحه تاني. بس هو ده حل المشكلة، المشكلة تحل معاك. بس كده يا شباب، دي كانت نهاية الفيديو. يا ريت لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا سلام.